غادة، أنت عادة يعني على اعتبار أن احنا مطبخنا الآن مكشوف، هل تحبين المطبخ المكشوف ولا المسكر ولا؟ لا للأمانة يعني من بعد ريحة السمك يمكن كنت دائما أحب إنه يكون مفتوح من باب التغيير، لكن لما اكتشفت إنه فعلا ممكن الناس تطبخ كثير في البيت سمك وأشياء ممكن تطلع ريحة، أكيد لا أبغى يكون مقفل يا هاني صراحة. يعني أحسن أحسه هذا الأضبط والأحسن. في تقرير لزميلنا وزميلتنا رولا وإيدي بيتكلموا أكثر عن هذا الموضوع، بس أنت أكيد مع الفكرة المقفل يعني. والله حسب المكان، يعني لو كان مثلا شاليه أو استراحة صح برافو ممكن، ما في إشكالية أي، بس الشقة أو البيت يفضل أنه يكون مقفل معك. خلينا نشوف إيدي ورولا يلا كيف يعني تناولوا هذا الموضوع. جايتك بقوة، راجع بالنيو سيزن، راجع بقوة يعني أقنعته. لحظة أنا شو بدي بلش؟ لا فاين بس يمكن لأنه من بس هي قطعة قلبه، هي قطعة قلبي من أدي. مثل حلو شعري على القصير عشان أدي شكلك جعان. كما بحب زكي أنه لا مش كما بزب فياته شون وجع كفة؟ إيه بس هيها؟ أنا مش معك. موضوعنا اليوم يتمحور حول المطابخ وأشكالها. أكيد المطبخ صار من أهم الأماكن عند العائلة العربية، وخصوصاً أنه صار gathering point وممكن أنه نجتمع فيه. ومن أهم هالأشكال اللي هن الآيلاند أو الوول تو وول أو اليو شيب، وأنا أكيد إذا بتسألوني بفضل يكون مطبخ مستقل. طيب اقنعني رولا أنه هي مش قصة إقناع وإقناعني، هي قصة أنه وين بتروحي بالريحة. أنه تصوري حالك قاعدة عم تطبخي وريحة الأكل طالعة بالبيت، يعني إذا كان المطبخ مسكر ما في شيء ببين لبرا. يعني تصوري حالك إذا كنت قاعدة عم تطبخي وعندك ضيوف، العالم عم تشوفي كيف عم تحضر الطبخ أو عم تشوفي خبصة المطبخ. وحلو يكون المطبخ مفتوح على الصالة ليجمع العائلة أكثر. طبعا في حلول كثيرة أدي، مش بس مجرد للروايح والأصوات وهالأمور هذه كلها، بالعكس أنا أفضل يكون المطبخ مفتوح حتى يكون دائماً مرتب وشكله حلو. أقنعته. مثل ما شفتوا اخترينا لكم ثلاث أنواع من التصاميم اللي ممكن تناسب العائلة العربية. من أهمها الوول تو وول اللي هو يكون متوازي، هذا يناسب المسافات أو المساحات الصغيرة خصوصاً بالأبارتمنتس. وفي حالة يكون عندكم مساحة كبيرة داخل المطبخ ممكن تستخدموا تصميم الآيلاند أو الجزيرة، بحيث يكون مكان جداً حلو للسينك وأيضاً تستخدموا كجلسة داخل المطبخ. أما آخر نوع فهو اليو شيب اللي يناسب فعلاً البيوت الصغيرة، بحيث أنه ممكن يضل في عندكم برايفسي داخل المطبخ، بالإضافة إلى أنه تكون في فتحة متناسبة مع غرفة الطعام وغرفة الجلوس. أنواع المطابخ متعددة، بس أهم شيء نختار التصميم اللي يناسب العائلة واحتياجاتها. وأخيراً أهم شيء نتأكد من فصل صحي بيت المكيف بالمطبخ عن باقي البيت. وقت ما نصمم بيوتنا بصب كل تركيزنا واهتمامنا على المجالس وفخامتها، لكن بس توصل على الليفينج روم ما بنعطيها الاهتمام اللازم لراحتنا وراحة العائلة. مع أنه غرفة العائلة أو المعيشة من أهم الغرف داخل البيت، لأنه فعلاً تخلي العائلة مترابطة ولازم تكون بنفس الوقت جميلة ووظيفتها حلوة. لهذا السبب اختيارات السوفاز واختيارات الجلسات لازم يكون مدروس جداً، وخصوصاً شو نوعية السوفا. إذا كانت L shape ولا set، هو هذا يكون شو L shape؟ إيه هو هذا راح يكون موضوع نقاشنا أو مشكلتنا بالتفاهم. لكن هي الـ L shape اللي حسناتها وسيئاتها. الـ L shape إذا كنتوا اثنين شخصين بقلب البيت حلو تكون موجودة قدام التي في، يعني اثنينكم تكونوا قاعدين ومرتاحين، بس ما بشوفها لعائلة يعني من 4-5 أشخاص قاعدين على L shape، يعني ببلش البي والأم والأخت، ما منا راكبة. متفقة معك على موضوع أنه فعلاً أحياناً الجلوس يكون شوي غريب أنه الناس جالسين جنب بعض، بس الحلو بالـL shape أولاً راح تستفيد أكثر من المساحة خصوصاً إذا كان عندنا عائلة أكبر. ثاني شيء أدي أنا أشوف أنه الـL shape دائماً تكون أكثر الأوقات طبعاً تكون على الحيط، يعني إحنا أوريدي راح مساحة كثير كبيرة إحنا أصلاً مش مستغليها.
اذا كان عندك ال شيء بدهم يقعدوا حد بعض، يعني التواصل مع بعض رح يكون ثقيل، بينما اذا كان في 3 تو 1 كل واحد بيكون قاعد على كرسي والحوار بيكون فيس تو فيس، يعني مش قاعدين جنب بعض واحد عم يطلع بالثاني. ادي فكره انه يكون عندك سات لغرفه المعيشه تحسسك كانك فعلا بغرفه الضيوف، تكون فورمال اكثر، يعني انت كانه قاعد بالمجلس. في حالة أنه حابين تعتمدوا الـ L-shape لغرفة المعيشة، في أشياء جداً صغيرة ممكن تعتمدوها وتعطيكم شكل حلو بنفس الوقت تكون وظيفتها جداً جميلة. أولاً ممكن تستخدموا بوفس أو جلسات تتوزع حوالين الـ L-shape بحيث أنه إحنا نخلق هالسيركل أو دائرة الحوار داخل غرفة المعيشة. ثاني شيء ممكن نعتمد ألوان حيادية للـ L-shape نفسها وندمجها مع ألوان ثانية بالكراسي أو القطع اللي ممكن نضيفها عليها لنخلق هالجلسة الحلوة. وأخيراً قبل ما نقرر أي نوع من الجلسات نعتمدها في غرفة المعيشة لازم نتأكد من المساحات، وأهم شيء في حالة الـ L-shape تكون عمقها كفاية بحيث أنها تكون مريحة. خلص أنت طيب شو بدي أقول؟ ليش بدك تقول؟ قلتيهم كلهم. لا أنا بس اثنين. معناتهم كلهم. أنت بس اثنين. فكرتنا لليوم انتهت، آرائكم ومقترحاتكم بتهمنا، شاركونا فيها على @saya_show ونحن جاهزين تنرد عليها. باي باي.